تعيش عائلة أحمد سعيد النجار المكونة من 9 أفراد أوضاعاً اقتصادية صعبة بعد أن غيب المرض معيلها، ما يجعلها تفتقر لأدنى الاحتياجات الضرورية للعيش الإنساني الكريم. أولادي 7 وأنا وجودي 9، ودق بروح على المحافظ بلاقوهوش، ما عمريش تقبلت ثانوية، كل يوم بقول اليوم وبكرة اليوم وبكرة بلاقوهوش، وهني قاعد بستنى في رحمة ربنا. يعني ساعات بننام بلا أكل، ساعات يعني بس غدا، إحنا وجبة الغدا أولادي بروحوا بلا مصروف. حال العائلة هذا دفع بمتطوعي حملة فكر بغيرك التي ينفذها مركز إكسلانس للخدمات والتدريب بالتعاون مع محافظة الخليل والمجلس التشريعي الشبابي في المحافظة وبرعاية إعلامية من إذاعة الرابعة وتلفزيون وطن لزيارة العائلة وتقديم المساعدة لها. احنا استهدفنا حوالين 100 عائلة لحد الآن، والحملة راح تستهدف كمان 100 عائلة تانية. امبارح كنا موجودين بشارع الشهداء، وزعنا ل 81 عائلة بشارع الشهداء، واليوم عمالنا بنشوف نتصل، عندنا قائمة من محافظة الخليل، بنتصل في العائلات الموجودة مثلا في وادي الهرية، موجودة في حي الجامعة، وبنزور عائلة عائلة. يعني أولادي مع الفرحة صيحت بنتي الكبيرة إنه حدا أجي طق بابنا ودخل علينا، والحمد لله. أنا بدي أعيش أولادي زي وزي أولاد غيرهم، زي أولاد عمامهم، زي عيشي بسيطة، بديش إشي عيشي أعلى مني، لا، أنا بدي إشي على مستواي وإشي بسيط. وعلى مدار 20 يوما الماضية شهدت الحملة إقبالا من المواطنين الذين بادروا لتقديم الملابس الجديدة والمستعملة لتوزيعها على العائلات الفقيرة. الكمية كانت كبيرة جدا، يعني أنا بصراحة ما قدرناش إنه إحنا يعني نحددها بالضبط، بس كان فينا كمية كبيرة تكفي إلى 150 عائلة تقريبا أو أكثر. زي ما قلنا رح نستمر في عملية التوزيع. الرسالة بنوجهها من خلال هذه الحملة إنه إحنا يجب أن نقف مع الناس المحتاجين والفقراء، ليس الأمر بالقول لكن الأمر بالفعل. وعملت فكر بغيرك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لتصل لأكبر عدد ممكن من الأسر المحتاجة لتقديم المساعدة لها. إذن هي محاولة لرسم الابتسامة على شفاه أطفال العائلات الفقيرة والمعوزة التي باتت لا تجد من يعيلها في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني. حمزة السلايمي، تلفزيون وطن، الخليل.